اندلع حريق داخل مستشفى الولادة في محافظة النجف العراقية، وتم إنقاذ أكثر من 40 طفلا. وللتفاصيل ينضم إلينا من الناصرية مراسل الحدث شاكر عواد. شاكر، أهلا بك معنا. هل تم إخماد الحريق بشكل كامل وإنقاذ جميع الأطفال، وإن أعلنت السلطات عن سبب اندلاع الحريق؟ نعم، حاليا تمت السيطرة على الحريق، ولكن هناك أجزاء تقوم يعني سيارات الدفاع المدني والعاملين فيها من أجل السيطرة الكاملة على الحريق. هناك أكثر من 40 طفل تم إنقاذهم، بالإضافة إلى أن هناك قسم للخدج والعمليات القيصرية تم إخلاهم التعاون من العاملين مع مستشفى الزهراء، وأيضا بالإضافة إلى قوة الدفاع المدني التي ساهمت بالسرعة الممكنة بإخماد الحريق والسيطرة الكاملة، بالإضافة إلى عملية الإخلاء التي كانت عملية مهمة جدا، لأن كان هناك نساء أيضا أطفال ومرافقين تم إخراجهم. طبعا أسباب الحريق إلى الآن المصادر تقول إنه تماس كهربائي، ولهذه المحافظة حصة الأسد في يعني الحراق بهذه الأشهر التي ترتفع بها درجات الحرارة، وتتغلب طبعا درجات الحرارة على الكثير يعني من الأجهزة، بالإضافة طبعا ليست النجف، البصرة، المحافظات الجنوبية تدفع ثمن ارتفاع درجات الحرارة. نعم. وبالتالي تنشأ حرائق، ليس هو الحريق الأول، طبعا كان هناك قبل يوم حريق آخر أودى بثلاثة يعني أشخاص سوريين أدت إلى وفاتهم نتيجة الحريق. طيب، أتأكد منك مرة أخرى شاكر أن لا ضحايا أو إصابات نتيجة اندلاع الحريق الذي أخمد بشكل كامل الآن؟ نعم، ويرجع ذلك طبعا إلى التعاون بين يعني الفرق المنقذة وأيضا العاملين داخل المستشفى. نعم. التعاون، هناك من قام بعملية يعني أو عندما بدأ الحريق قاموا بإجراءات السلامة، الإنقاذ أولا، ومن طيب. ثم ترك المجال وفتحه من أجل إخماد الحريق والسيطرة عليه. شكرا جزيلا على كل هذه التفصيلات من الناصرية مراسل الحدث شاكر عواد.